بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الحادي عشر لمادة اللغة العربية الGCE. ها نحن طلابي نلتقي من جديد للحديث في الوحدة الثانية عن موضوع من موضوعاتها المهمة والموجود في كتاب الرواد من المنهاج الذي تم تسليمه إليك. في هذه الوحدة طلابي سيكون الحديث عن فيلم الأيدي الناعمة، وهذا الفيلم طلابي يعتبر من أهم ومن أشهر الأفلام المصرية التي تناولت عدة قضايا في المجتمع المصري تحديداً وفي المجتمعات العربية بشكل عام. الفيلم طلابي هو من بطولة الأمير شوكت حلمي والمعروف باسم أحمد مظهر، وأيضاً صلاح ذو الفقار وهو الدكتور حمودة الموجود والذي يحمل درجة الدكتوراه في النحو. أيضاً من شخصيات الفيلم وطاقمه ليلى طاهر وهي الابنة الكبرى، وهي ميرفت الابنة الكبرى في الفيلم. أيضاً مريم فخر الدين والمعروفة باسم جهان في الفيلم وهي الابنة الصغرى للأمير شوكت. أيضاً هناك صباح، وصباح المعروفة باسم كريمة في الفيلم كما سترى، وهي حبيبة الأمير شوكت أو التي ستصبح حبيبته مع مجريات الفيلم. أيضاً هناك أحمد خميس وهو المهندس سالم زوج ميرفت وأخو كريمة في ذات الوقت. أيضاً هناك حسين وهو والد كريمة ووالد المهندس سالم. الفيلم طلابي هو من ضمن التصنيفات الكوميديا من تأليف توفيق الحكيم ومن إخراج محمود ذو الفقار. هذه الأسماء مهمة في الامتحان لأنه لابد أو من الممكن أن يأتي في السؤال المطلوب من هو مؤلف أو من هو مخرج الفيلم. الفيلم طلابي أنتج في مصر، ولكن القضايا التي عالجها وركز عليها وتحدث بها هي تشتمل على مصر وعلى البلاد العربية. أيضاً طلابي في هذا الفيلم سيكون لنا حديث عن القضايا التي عالجها، فقد عالج البطالة وهي مشكلة كبيرة في المجتمعات، وعالج البطالة وعدم العمل والأيادي التي لم تتعود على العمل وعلى كسب الرزق بيدها وتعبها، بل العيش والراحة والرفاهية. إذن فهي ضد الأيدي الخشنة التي نقولها كناية عن العامل الكادح الذي يسعى لجلب رزقه بعرق جبينه. لذلك فالفيلم ينقل صورتين متقابلتين، صورة الشريف الوجيه العاطل المتعالي الذي لا يؤمن بالعمل ولا يعرف التعب، مقابل صورة العامل الكادح الجاد المثابر الذي لا يتعالى على المجتمع والحريص على تقديم العون لكل من حوله. طلابي في حديثنا عن هذا الفيلم وفي هذه الوحدة سيكون لنا لقاء مع أحداث الفيلم كيف تدور، والتي تتحدث حول أحد الأمراء الذي نشأ شريفاً غنياً يحرص على كل ما يريد ويرفض العمل،
حيث نشأ عاطلاً معتمداً على أملاكه الموروثة، ولكنه انتزعت الثورة أملاكه فلم يبقى له سوى قصره، فعانى الفقر لدرجة أنه لم يعد يملك ثمرة طعامه أو حتى ثمن كوب شاي، فترك خدمه أو بمعنى أصح طردهم لأنه لا يملك دفع مرتباتهم. طلابي في الفيلم ستشاهدون عدة أحداث وقضايا يركز عليها، منها كما قلنا البطالة، منها كما قلنا عدم العمل، أيضا سنشاهد عن التربية الأبناء وكيفية المعاناة في تربية الأبناء، سيكون لنا لقاء مع العلم وأهميته. هذه من الموضوعات المهمة التي يعالجها الفيلم. أيضا من الموضوعات المهمة التي يسلط عليها الضوء أهمية الحب في حياة الإنسان، وكيف للحب أن يغير من الإنسان من سيء إلى أفضل. أيضا طلابي سيكون لنا حديث عن الجملة الفعلية في قواعد اللغة العربية، وما هي أقسامها من فعل وفاعل ومفعول به، كما سيكون لنا حديث عن مادة القواعد في جمع المذكر السالم، وكيف يكون في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر. فنقول في الرفع وصل المسافرون فعلامته الواو، وفي حالتي النصب والجر الياء نقول رأيت المسافرين ومررت بالمسافرين. هذه كلها حالات لإعراب جمع مذكر السالم سواء في الرفع أو في حالتي النصب والجر. أيضا طلابي سيكون لقاء حول حل الورقة الأولى من مادة الامتحان الأول الAS والمتضمنة بكيفية حل السؤال الأول والسؤال الثاني. هذا طلابي مجمل الحديث عن وحدتنا، شاكرا لكم حسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بحول الله بموضوع جديد من موضوعات ووحد اللغة العربية الGCE. دمتم برعاية الله.